طيب سريعا نروح ليه ونشوف هنا في المحترف كمان الصحف العالمية قالت ايه في المحترف. نروح سريعا نشوف صحف العالم قالت ايه في المحترف. نبدأ حلقتنا مع أخبار الكرة العالمية وعناوين الصحف العالمية. نبدأ جولتنا في أسبانيا وصحيفة ماركا الأسبانية اللي ركزت على تتويج برشلونة ببطولة السوبر الأسباني على حساب ريال مدريد، وكتبت أول لقب لتشافي كمدرب لبرشلونة. كمان الصحيفة ركزت على تعادل أتلتيكو مدريد والميرا وكتبت أتلتيكو دون لكمات. سبورت الأسبانية ركزت سبورت الأسبانية على فوز أكيد فوز برشلونة ببطولة السوبر الأسباني والفوز على ريال مدريد 3-1، وكتبت بطل السوبر وموندو دي بتريبو. أما صحيفة موندو دي بتريبو الأسبانية كتبت عودة بطل بعد فوز برشلونة على الريال في نهائي كأس السوبر الأسباني. كمان الجريدة أو الصحيفة اهتمت بفوز الأرسنال على توتنهام 2-0 وكتبت أرسنال لا يتراخى ويبتعد بفارق 8 نقاط عن المان سيتي. من أسبانيا نروح سريعا لإنجلترا وذا صن الإنجليزية اللي ركزت أيضا على فوز الأرسنال بثنائية نظيفة أمام توتنهام وابتعاده بصدارة الدوري الإنجليزي. كما اهتمت الصحيفة بتوقيع ميخائيل ومودريك لي طبعا فريق تشيلسي، وكتبت مودريك يوقع مقابل مبلغ كبير جدا جدا ل 88 مليون يورو إلى فريق تشيلسي. يمكن دي كانت أخبار الصحافة العالمية والعناوين في الصحف العالمية بالنسبة طبعا للدوريات الكبرى.